بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا دائما أبديا، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبه الهادي المهدي النبي الأمين الذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين ليستنقذ الناس من الظلامة ويخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم والإيمان والهداية. مشاهدينا الأحبة، متابعي قناة كربلاء الفضائية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقاء آخر يجمعنا بكم عبر شاشة قناة كربلاء الفضائية. أيها الأحبة، انتهت زيارة الأربعين، ومعها انتهت سلسلة من الحكايات والروايات عن ذلك المسير الذي حير العقول وسرق الألباب، ذلك المسير الذي تحدثت عنه مختلف الوسائل الإعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية ومواقع تواصل اجتماعي، ذلك المسير عالم بأسره على قدم واحدة، ذلك المسير الذي تحدثت وستبقى تتحدث عنه الدنيا بأسرها حتى العام القادم كما اعتدنا وكما تعودنا. فمن منا ينسى تلك المرأة بحجابها الزينبي؟ من منا ينسى تلك الطفلة الصغيرة التي كانت تقدم الحلوى وتقدم العصائر وتقدم أقداح الماء البارد للزائرين حافية القدمين؟ ومن منا ينسى ذلك المعاق الذي لم تمنعه الإصابة ولم يمنعه عوقه الجسدي من المسير إلى كربلاء المقدسة؟ أقول انتهت تلك الرحلة بكل فصولها، لكن مفاهيمها وقيمها والدروس المستقاة منها لن تنتهي وستبقى مستمرة حتى أبد الآبدين. اليوم وفي صباح جديد نشهد بداية رحلة جديدة لهؤلاء المحبون والعاشقون. هذه المرة ما اختلف سوى أمر واحد، هو تغيير البوصلة فقط. فبدلاً من الاتجاه صوب كربلاء المقدسة، ها هي قافلة العشق الحسيني تجدد المسير، لكنها هذه المرة تتجه صوب النجف الأشرف قاصدة ضريح المولى أمير المؤمنين عليه السلام لتقدم العزاء والمواساة له في ذكرى استشهاد نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، إذا ما تحدثنا عن القصص وعن المشاهد وما خلد في مسيرة الأربعين أو ما سنشهده في هذه الزيارة، فبالتأكيد له بداية لكن ليس له نهاية، وهكذا هو دأب المحبين والعاشقين من أتباع محمد وآل محمد من شيعة آل البيت الذين كانوا ولا زالوا مشايعين ومحبين لنبيهم صلوات الله وسلامه عليهم ولأهل بيته الكرام. عندما نتحدث عن الرحمة التي يخاطب فيها الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه الرحمة التي حاول أن يتقمصها البعض إن كان من الغرب أو حتى من بعض الجهات الأخرى أو الديانات الأخرى. اليوم عندما ننظر إلى العالم الغربي، عندما نتحدث عن الدول الغربية وما يبثونه من سموم ومن فساد فكري وأخلاقي تحت مسمى الرحمة وتحت مسمى الحرية، واقعا هذه الرحمة هي التي تجسدت في نبي الرحمة، في النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الرحمة التي أخرجت الناس من الظلمات إلى النور، هذه الرحمة التي تجسدت في صورة المرأة المؤمنة الموالية، هذه المرأة التي كانت قبل الرسالة النبوية توأد وتدفن لا لأمر ما ولا لخطيئة ما ولا لذنب ما إلا لمجرد إنها امرأة. وبالتالي الحديث عن هذا المسير والحديث
عن استشهاد النبي الأكرم سيأخذنا إلى مدايات أخرى وآفاق أوسع وأكثر شمولاً. إذا ما تحدثنا عن الكرم وما جسده أصحاب المواكب في هذا الطريق الذي هو في واقعه امتداد لطريق الحسين عليه السلام، فهي ذات المواكب التي قدمت وبذلت وأجزلت العطاء فكرياً، عقائدياً، نفسياً، روحياً، مادياً، قل ما شئت، كل معاني العطاء تتجسد في هذه الطرق. اليوم نجد نفس هؤلاء وما قدموه وما بذلوه اليوم يقدمون ويبذلون ويجزلون العطاء في هذا الطريق للزائرين المتجهين صوب ضريح المولى أمير المؤمنين عليه السلام. فهنيئا لتلك القلوب العاشقة الولهة، وهنيئا لتلك الأقدام الجاحفة التي تسابق زمن وهي تحث الخطى نحو النجف الأشرف. مشاهدين الأحبة، لا شك ولا ريب مستمرون معكم في هذا اليوم وفي كل يوم، وتغطيات يومية مستمرة ابتدأت اليوم ولن تنتهي بإذن الله تعالى حتى موعد الزيارة. ابقوا معنا، وهذه المشاهد الحية التي التقطتها كاميرات وعدسات مصوري قناة كربلاء الفضائية مكتب النجف الأشرف.